الشيخ وفقكم الله، هذا شخص يقول انه معاق وبه اعاقه باحدى رجليه. نعم. يقول ان به اعاقه باحدى رجليه. نعم. ويلبس جهازا داخل لباس خاص بالجهاز من اعلى الفخذ حتى الركبه، ويلبس الجزمه الكندره ويريد ان يعتمد، وفي نزل هذا مشقه عليه ويتعب كثيرا بالنزل، فهل يجوز ان يؤدي العمره بهذا اللباس الذي في فخذه وفي رجليه ام عليه شيء؟ نعم، يؤدي العمره ويؤدي الحج باللباس الذي يضطر إليه، ولكن يفدي فدية الأذى بأن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. الصيام يجوز في كل مكان، وأما الإطعام أو الذبيحة فتكون في مكة. نعم.